أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على بنود المسودة المسربة حول اتفاق ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. تسريبات جديدة نشرت حول مسودة المقترح السعودي لحل الأزمة الذي يشمل تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ومكونات جنوبية. وفقا لما نشرته قناة الجزيرة من تسريبات، فإن المسودة تنص على تشكيل الحكومة مناصفة من الجنوب والشمال، وأن يعين الرئيس عبد الرب منصور هادي من يشغل منصب رئيس الحكومة بالإضافة إلى أعضاء الوزارات السيادية. كما تنص المسودة على دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. أما عن الدور الإماراتي فلم تشر إليه المسودة المسربة ولم تتحدث عن مستقبله. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما مدى مقاربة ما نشر من تسريبات مع الوضع السياسي المتأزم؟ وفي حال صدقت التسريبات هل ستقبل الحكومة؟ وما أثر ذلك إن قبلت؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. نوع من التسريبات والتكهنات خرجت للعلن بشأن ما يدور في مدينة جدة منذ قرابة شهرين. تنص تسريبات المسودة التي بثتها قناة الجزيرة على إشراك المجلس الانتقالي المنقلب على الشرعية بدعم وتمويل إماراتي في مفاوضات الحل الشامل مع ميليشيا الحوثي التي ترعاها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إشراك الانتقالي في التشكيل الوزاري المقترح مع احتفاظ الرئيس هادي بتعيين رئيس الحكومة والحقائب السيادية. وعن التشكيلات المسلحة التي شكلتها الإمارات، تورد المسودة بأنه سيتم دمجها في قوات الجيش الخاضعة لوزارة الدفاع اليمنية، وستتكفل السعودية بالإشراف على الترتيبات الأمنية وترتيبات الانتقال الحكومي من الرياض إلى عدن بفريق سياسي وعسكري. ولم تشر المسودة المسربة لطبيعة التواجد الإماراتي ومستقبله سواء في عدن أو في باقي الجبهات التي تخضع لها. إذا ما صحت تلك التسريبات وارتضتها الحكومة الشرعية، فإن الأزمة اليمنية ستدخل في تعقيد آخر يقول مراقبون، إذ فشلت الحكومة في توحيد جهودها والعمل ضمن فريق واحد وهي محسوبة على طرف واحد، فكيف ستكون الآن وهي مشكلة من فرق متنافرة بالأهداف؟ كما أن تمكين الانتقال ذي النزعة الانفصالية في الحكومة الشرعية حتما سيستغله في صالح مشروعه وصالح الأجندة الإماراتية يضيف مراقبون. إذن للنقاش بشكل أوسع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مرحبا بك معنا دكتور محمد. بداية، ما مدى موائمة التسريبات مع طبيعة الوضع السياسي القائم في اليمن؟ طبعا أخي الكريم، الإشكال في ما يجري من طبخات أن الإعلام يحاول أحيانا أن يفسدها. لا يوجد حسب المعلومات المتوفرة لدي، لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على تفاصيل محددة. هناك خطوط عريضة تم الاتفاق عليها ما يبدو، لكن التفاصيل والتقاسم الحكومي وعدد الوزارات والمكونات التي يمكن أن تشارك وحجم المشاركات. ما هي هذه الخطوط دكتور جميح؟ ما هي هذه الخطوط العريضة التي أشرت إليها؟ الخطوط العريضة تتمثل في أن تعود الحكومة الشرعية إلى عدن، وأن تدمج كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، وأن تخرج القطاعات العسكرية من كافة المدن ولا تكون في عدن. وهناك يعني بعض الحديث عن الحرس الرئاسي. مقابل ماذا دكتور جميح؟ مقابل مقابل وحدة الأداء العسكري والأمني، بأن تدمج كل هذه التشكيلات تحت إدارة وزارة الداخلية اليمنية ووزارة الدفاع. وطبعا الشيء المهم أنه لكن هل تعتقد أن المجلس الانتقالي دكتور جميح سيوافق على هذا الطرح دون أن يكون له حضور في المرحلة القادمة لو تسمعني؟ لم يطرح بتاتا مسألة يعني تقاسم شطري أو تقاسم مناطقي حتى هذه اللحظة. هناك يخاض في حديث حول مشاركة مكونات سياسية من هنا
أو هناك، وبالتالي التسريبات التي تصدر أنا أعتقد أنها يعني إما لغرض إفساد المحاولات الحثيثة المبذولة في جدة من قبل الأشقاء في السعودية لإيجاد مخرج للأزمة الناشئة عن الانقلاب الذي كان في عدن، وهذا هو احتمال كبير، أو أنها يعني بعض التخرصات التي يتوهم من خلالها البعض بأنها صارت حقيقة واتفاقات يعني موقعا عليها. الشيء الثابت أنه لا توجد تفاصيل، وهناك خطوط عريضة ذكرتها لك حسب ما هو متوفر من معلومات تتمثل في احترام سيادة ووحدة الأراضي اليمنية، عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، دمج كافة القطاعات العسكرية ضمن وزارة الدفاع، دمج كافة القطاعات أو التشكيلات الأمنية ضمن وزارة الداخلية. نعم دكتور، لكن هل هناك حوار مباشر بين الشرعية والمجلس الانتقالي بشكل مباشر حول الخطوط العريضة التي ذكرتها؟ أنا لا أعتقد أن هناك حوار مباشر. هناك طبعا الأشقاء في السعودية ينقلون يضعون التصورات ويعرضونها على الطرفين، ويعني كل طرف يبدي ملاحظاته إزاءها. لكن الشيء المعروف أن رئيس الجمهورية مصمم تصميما كاملا، لم يتراجع عن مسألة وحدة الأداء القرار الحكومي وعودة الحكومة والشرعية كاملة إلى عدن، وعدم وجود دولة داخل دولة أو سلطة داخل سلطة. هل سنرى برأيك دكتور اتفاق واضح يشمل هذه الخطوط العريضة بشكل علني من جميع الأطراف الداخلة في 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 أي اتفاق سواء على المستوى الداخلي الشأن اليمني؟ وما الذي يمنع ذلك؟ أنت حتى عندما ترى أخي الكريم للطرح الإعلامي الذي يطرحه مسؤولون في المجلس الانتقالي، هم لا يطرحون طرحا سياسيا كما يطرح من قبل ناشطيهم للجماهير. يعني الناشطون يصورون بأن المجلس الانتقالي سوف يعود ب يعني خارطة يمنية مختلفة إلى ما قبل عام 90، وهذا غير صحيح، هذا غير مطروح على الطاولة بتاتا. لم تطرح هذه المسألة إطلاقا، هذه مسألة لا تحددها ولا يحددها حوار جدة، يحددها سنوات ما بعد إنهاء الحرب. يعني الآن الحديث عن استعارة الدولة اليمنية، لا يمكن أن يكون هناك حديث عن شكل هذه الدولة أو شكل الدول الموجودة في هذه الرقعة الجغرافية ما لم تستعد الدولة اليمنية التي يمكن أن تعطي حق تقرير المصير لهذه المنطقة أو تلك. ما قبل استعارة الدولة هو حديث من قبل التخرصات والأوهام لمشاريع لا يمكن أن تكون قبل استعارة الدولة. نعم دكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا المحلل السياسي أيضا من إسطنبول الدكتور عادل دشيلة. سيد عادل، بداية مرحبا بك معنا، ما هي قراءتك لمضمون التسريبات التي تحدثت عن تشكيل حكومة بالمناصفة بين الجنوب والشمال واستيعاب المجلس الانتقالي في الحكومة والسلطة المحلية؟ تحية لك. أولا، هذه التسريبات هي عبارة عن تكهنات، ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الحكومة اليمنية أو حتى من قبل المملكة العربية السعودية وأيضا الميليشيات المسلحة التي تدين بالولاء المطلق لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أن هذه التسريبات عبارة عن يعني تكهنات، وأيضا عبارة عن يعني تسريبات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. قد ربما أن تكون هذه التسريبات من ضمن يعني الأشياء التي طرحت يعني في طاولة المفاوضات، ولكن حتى اللحظة لم يكن هناك أي اتفاق أو لم يكن هناك أي مسودة نهائية حتى يتم التوقيع عليها. لكن في المقابل يعني إذا كان المجلس الانتقالي الذي يعني في الأيام الماضية أو في الشهور الماضية سفك الدماء وأيضا احتل المؤسسات، وكل هذه الحرب يعني من أجل أن يحصل على مقاعد في الحكومة اليمنية، نحن نعرف جيدا اليوم إذا كانت هذه المسودة التي تقول بأنه لابد من حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، حتى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أكد ذلك بأنها تكون الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب لمدة 10 سنوات أو لمدة دورتين انتخابيتين، ثم بعد ذلك نطبق اتفاقية الأرض والسكان أن يكون هناك ثلث وثلثين.
هي ثلث للمناطق الجنوبية وثلثين للمناطق الشمالية. حتى اليوم في الحكومة اليمنية يتواجد أكثر من 13 وزيرا من المناطق الشمالية وأكثر من أو حوالي 18 وزيرا من المناطق من الجنوب، ولدينا أكثر من 23 سفيرا من المناطق الجنوبية، ولا يوجد من أبناء المناطق الشمالية سوى 12 سفيرا من أبناء الشمال. لذلك أنا أعتبر هذه تكهنات، وحتى الخطوط يعني الخطوط العريضة والاتفاقية النهائية لم يتم التوصل إليها، خصوصا وأن المجلس الانتقالي لا زال يعني يطرح شروطه وبقوة، ومنها تغيير المصير، ومنها أيضا أن يكون طرفا سياسيا من ضمن الأطراف التي يعني يجرى الحوار معها الآن عبر المبعوث الدولي، وأن يكون الممثل الوحيد لأبناء المناطق الجنوبية. نعم دكتور عادل، تفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا أيضا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، باعتقادك هل البنود المسربة لاتفاق جدة واقعية بالمجمل؟ مساء الخير. يعني ما تسرب من هذه من ما يسمى مسودة جدة، يشير أيضا إلى استمرار العبث باليمن، استمرار التعامل وكأن اليمن هذه دولة ليس لها صاحب وليس لها ولي أمر ولا مسؤولين، وكأن الآخرين هم يتحكموا باليمن كما يشاءوا. فكرة أنه يكون الانفصاليين يضعوهم في الحكومة هذه أكبر مشكلة، كما أن الوضع أن يكونوا ضمن أي تفاهمات مستقبلية، يعني هذا كأنك بتشرعن للانفصاليين مثل ما تم شرعنة الحوثيين باتفاقية ما يسمى السلم والشراكة. لكن سيد عبد الناصر، ألا تعتقد أن الجلوس مع المجلس الانتقالي حتى لو كان مثلا طرحه مشروعه الانفصال والتفاهم يعني الوصول إلى تفاهمات وسطية حتى ممكن أنها تلغي مشروعه كمسألة كانفصال اليمن أو انفصال جنوب اليمن عن اليمن، يعني هذا أيضا يضعف من موقف المجلس الانتقالي في حال قبل بهذه التفاهمات؟ يا أخي هذا هو مجرد استمرار العبث منذ فترة طويلة. قالوا ندي رئيس جنوبي يضعف لنا الانفصال، ندي جنوبيين في السلطة يضعف لنا الانفصال. الذي حدث أنه ادينا الرئيس الجنوبي والمسؤولين الجنوبيين قاموا زيدوا الانفصال، رفعوا المشروع الانفصالي وقووه من أجل ابتزاز الدولة اليمنية. أخي الدولة الطبيعية في العالم كله الانفصالي يطرحوها السجن مش يطلعوها الحكومة. في إسبانيا الآن يحكموا على الانفصاليين في برشلونة بالسجن 15 سنة احتمال، وهي في دولة ديمقراطية ودولة أوروبية، وإحنا عن نطرح الزبيدي ونطرح الانفصاليين نطرحهم يصيروا يتحكموا بالجمهورية اليمنية. هذا كله عبث في عبث. لكن سيد السعودية من الناحية القانونية، نعم سيد عبد الناصر، لكن الشرعية والسعودية والتحالف وصل إلى نتيجة أنهم يعني تورطوا في هذا في التدخل في اليمن، وأيضا هناك انقلاب استمر مدة 5 سنوات للحوثي، وأيضا هنا انقلاب آخر وتمرد جديد في عدن. إذن هناك أزمات متتالية وليس هناك حل. إذن الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم فهو يقرب الخروج من هذا المأزق. يا أخي أي حوار أو أي تفاوض ينبغي أن يكون على أسس سليمة وعلى أسس الأسس التي تقوم عليها الدول. لا يمكن أنك تدي واحد بدعي للانفصال أو واحد بينقلب على الدولة ويحمل السلاح وتجي تفاوضه. في هذه الحالة ندي الحوثي نتفاوض معه، وندي القاعدة نتفاوض معها، وندي كل من عنده مشروع صغير وحمل السلاح ندي نتفاوض معه. هذا هو استمرار المسلسل عبث منذ سنوات طويلة وليس من الآن، من أكثر من 7 سنوات ونحن مستمرين في هذا. من البداية كان ينبغي أن لا يدخل الانفصاليين ولا الحوثيين في أي
مؤتمر حوار، ولكن لأنه من أدار مؤتمر الحوار هادي وجماعته هم انفصاليين، الدول انفصاليين والدول الحوثيين أيضا لقووا أنفسهم، وبالتالي هذا المسلسل إحنا مستمرين عليه. ما لم يكون لنا كيمنيين كلمة، نحن اليمنيين كلمة، اليمنيين نقول أغلبية اليمنيين وليسوا أصحاب المشاريع الخاصة، أصحاب المشاريع الانفصالية أو المشاريع الطائفية أو غيرها، ما لم يكن لليمنيين كلمة لمشروع يمن واحد، يمن مستقل، يمن ذو سيادة، كل هذه الأفكار وكل هذه المؤتمرات ليست إلا مزيد من الفوضى ومزيد من العبث. الآن السعودية تريد أن تدخل الانفصاليين في حكومة ويصبح معهم ما يشبه حق الفيتو، زي ما كان يريد الحوثي أن يكونوا في الحكومة ومعهم ثلث معطل، وبالتالي السعودية تروح عدن لتدير فوضى بستسع يوم بعد آخر. الهدف الأساسي الذي دخلت السعودية من أجله لليمن هو أن تعيد الاستقرار وتحافظ على الاستقرار ووحدة اليمن. ما بيعملوها الآن وما بيحدث الآن، ما تسرب للآن من ما يسمى حوار جدة، هو عكس الأهداف التي دخلوا من أجلها. نعم، عكس الأهداف. ليس لها أي شرعية، هذه أي اتفاقيات. نعم. تخالف الأسس التي قامت عليها الدولة اليمنية وتتناقض معها، ليس لها شرعية، لأنه حتى لو وقع عليها هادي الذي لم يعد له شرعية أو غيره يوقع عليها، ليس لها أي قيمة، وتعتبر عبارة عن طبخة إماراتية سعودية، ليس لليمن لليمنيين أي دخل فيها ولا أي سلطة عليها. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الناصر. نعود إلى ضيفنا من اسطنبول الدكتور عادل دشيلة. سيد عادل، إذا صحت هذه التسريبات والشرعية سلمت وقبلت بها أو بما طرح في المسودة المسربة أو بهذا الشكل، ما هو الحل برأيك؟ أولا أخي العزيز، المجلس الانتقالي هو فصيل مسلح وأراد أن يفرض أمرا واقعا بقوة الحديد والنار، ولا يمثل أبناء المناطق الجنوبية بشكل يعني كامل. لدينا أبناء حضرموت الجامع، لدينا يعني ما يسمى حراك المهرة، لدينا أيضا الحراك الجنوبي السلمي، لدينا الحراك الجنوبي المدني، إذن لدينا عدة تيارات في المناطق الجنوبية، ولدينا أيضا التيار الذي يعني يؤيد الشرعية اليمنية. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني إجراء الحوار بهذه الصورة مع هذه الميليشيات المتمردة هو نوع من العبث. هذه ميليشيات يعني يحركها المندوب الإماراتي المتواجد داخل عدن، ولا تمثل يعني تمثل أبناء الجنوب. أي حديث عن اتفاق مع هذه الميليشيات المسلحة سواء بالصيغة التي تم تسريبها أو حتى بالصيغة الأخرى لن يزيد الطين إلا بلة، ومعنى ذلك أنه سيفتح المجال أمام كيانات أخرى لتطالب بحضورها أو لتطالب يعني بتقاسم السلطة مع الحكومة اليمنية. اليوم يعني علينا أن نقرأ التاريخ جيدا، نحن لدينا تجارب مريرة مع، لكن سيد عادل نعرف أن خيارات الشرعية أصبحت قليلة، خصوصا أنها منذ فترة كانت ترفض مسألة الحوار والتفاوض مع المجلس الانتقالي، والآن هم يصرحون مثل ما صرح الحضرمي أنهم يرحبون بأي حوار أو تفاهمات ترعاها السعودية. طبعا الحكومة اليمنية وضعت كل بيضها في سلة التحالف العربي، وأصبحت الآن مرتهنة لصانع القرار في الدرعية. ينبغي أن نفهم هذا جيدا، الحكومة الشرعية منزوعة القرار، منزوعة السيادة، وليس لها من الأمر شيء، لأنه تم قصقصة أجنحة هذه الشرعية منذ بداية عاصفة الحزم، تم يعني سحقها، تم أيضا هزيمتها في الواقع عسكريا من خلال طردها من عدل، وأيضا تم أيضا منعها من تصدير النفط والغاز وما إلى ذلك. أيضا تم التحكم بشكل كامل في المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل التحالف العربي، وبالتالي أصبحت الحكومة اليمنية محصورة في مناطق محددة في المناطق الشرقية والوسطى، وليس لديها أي خيار آخر سوى أن تتمرد على التحالف العربي، وبالتالي أن تنحاز لأبناء الوطن، ومن ثم مواجهة كل التحديات التي تواجهها من ضمنها
خيار المواجهة مع الميليشيات المناطقية في الجنوب، وأيضا تستعد لخيار المواجهة مع التحالف العربي، أو أن تخضع لإملاءات التحالف العربي. وفي هذه الحالة ينبغي عليها أن تقبل ما يمليها عليها صنع الجار السعودي، وهو والواقع أنها يعني ترضخ الآن الإملاءات السعودية، وإن كانت يعني تظهر بعض التصريحات من هنا أو هناك بأن هناك ثوابت وطنية. نحن نتمنى من الحكومة اليمنية أن يعني أن 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 أن, أن تتمسك على أقل تقدير بالثوابت الوطنية، ومنها زيادة البلاد ووحدة البلاد، وأيضا الدولة يعني سيادة الدولة اليمنية. اليوم إذا تم إشراك هذه الميليشيا المسلحة، هذه الميليشيات المسلحة حتى نعم سيد عادل نعم نعم الشرعية. نعود إلى ضيفنا عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، في حال صدقت التسريبات، هل ستقبل الحكومة الشرعية بها، وما أثر ذلك إن قبلت بهذه البنود؟ شوف، اليمن منذ 2015، منذ مارس، منذ بداية الحرب، وهي عمليا تحت الوصاية الخارجية وتحديدا السعودية الإماراتية، وبالتالي أي عمل يفعله، وما الحديث عن حكومة ما حكومة، هذه لا، عبارة عن أجراء، وخاصة بأنهم ليس لديهم مشروع وطني، وعمليا قد انتهت شرعية هادي وكل ما يخرج عن هادي مدته كان رئيس توافقي، انتخب كرئيس توافقي ولم يصبح رئيس توافقي منذ الأشهر الأولى لحكمه، ثم كان مدته سنتين، والآن أصبح أكثر من 7 سنوات، حتى إذا افترضنا أنه يستند للدستور اليمني فهو قد انتهت أيضا شرعية، لأنه مدة الرئيس 7 سنوات انتهت في فبراير هذا العام. وبالتالي هذه الحكومة ليس لها لا شرعية قانونية ولا شرعية سياسية، بمعنى لا وجود لها حضور مادي على الأرض، ولولا الدعم السعودي لهذه لما بقى رئيس لمدة أسبوع، لأنه لا أحد في الداخل، حتى القوى التي تسمنها تحت سيطرة الشرعية أو تحت مظلته، هي كل واحد عندها أجندتها الخاصة فقط تستخدم هذه كمظلة لها. لهذا السبب أي شيء يخرج عن هذا الحوار هو فقط من قبل دول الوصاية الذي هي السعودية والإمارات. هذه الدول تريد الآن أن تخرج أي شيء يخرج عنها، هو خاصة إذا مس الأسس الأساسية للدولة، وهي قضية الوحدة تحديدا، وقضية السيادة، وقضية مستقبل اليمن. مستقبل اليمن الطبيعي والقانوني هو يقرره الشعب اليمني، وليس لا هادي ولا علي محسن ولا أي كان يقرر مصير اليمن ومستقبل اليمن، ولا السعودية بالطبع ولا الإمارات ولا مجلس الأمن، ما يقرر مستقبل اليمن وشكل الدولة في اليمن إلا الشعب اليمني، ولا حتى مؤتمر ما سمي مؤتمر الحوار. مؤتمر الحوار ليس له أيضا أي صفة دستورية ولا قانونية. الذي له الصفة الدستورية والقانونية هو الدستور اليمني الذي يستفتى عليه من الشعب اليمني، كل الشعب اليمني وليس الجنوب ولا الشمال. وبالتالي أي مخرجات الآن من ما يسمى مؤتمر من جدة، هذا هو عبارة عن وثيقة من قبل دول الوصاية ليس لها القيمة، القيمة السياسية ولا القيمة القانونية التي تجعل منها شيء مفيد لليمن. وعلى العكس من ذلك، أي مخرجات من هذا القبيل هي ستقوي الحوثي وستجعل الحوثي وكأنه المدافع عن وحدة اليمن وعن سيادة اليمن، فيما الآخرون هم كما بيتهمهم الحوثي عبارة وصلت عن أجراء ومحتزقة. لهذا السبب الحاصل الآن وما كان حاصل في الفترة الماضية هو عبارة عن صناعة فوضى يتم صناعتها في اليمن، اقتصاد مدمر ودولة عمليا غير متواجدة، وهناك سلطات كثيرة تدعي بعضها بأنها تحت السلطة الشرعية لكنها عمليا تمارس السلطة لأجنداتها الخاصة، وهناك حواجز لحركة الناس وحركة السلع وغيرها، وهناك سيطرة على الموانئ وحظر على الطيران، وكل مظاهر الدولة مستلبة في اليمن. وما سيحدث الآن من هذه المخرجات
ومن غيرها هو استمرار لهذه الحالة الشاذة والغير طبيعية. نعم، وصلت فكرتك السيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى ضيفنا من اسطنبول الدكتور عادل دشيلة، في سؤال أخير، هل ثمة خيارات متبقية لدى الشرعية أم أنها لا تستطيع فعل شيء أمام ما يرسم وأمام القرار السعودي في هذه المرحلة؟ الحكومة اليمنية لديها خيارات عدة، ومنها التمسك يعني بزيادة البلاد، لأن هذه الشرعية الدستورية هو التي يتغطى بها التحالف العربي، وبالتالي إذا وجدت الإرادة الحقيقية لدى من يدير الحكومة اليمنية فأنا أعتقد أنه لن يخضع للإمراءات السعودية، وعليه مواصلة العمليات العسكرية في المناطق الشمالية حتى يتم تحرير البلاد، ومن ثم بإمكان إبلاغ التحالف العربي بأنه لا حوار مع هذه الميليشيات الآن ولا تقاسم للسلطة الآن في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، حتى ننهي الانقلاب الحوثي في المناطق الشمالية، ومن ثم الجلوس مع كافة الأطياف في المناطق الجنوبية، وأيضا يعني بإمكاننا أن نتوصل إلى اتفاق لكيفية الدولة اليمنية في المرحلة القادمة بعد التحرير. أما الحوار عن تقاسم السلطة في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها جميعا فسيبقى نوعا من العبث ولن ينفع أبناء اليمن، وإنما سيزيد يعني من شدة الاحتقان بين أبناء المناطق الجنوبية وأيضا أبناء المناطق الشمالية، ولن يحرر الأراضي اليمنية من هذه الميليشيات الحوثية. نأمل من الحكومة اليمنية ومن الأطراف التي تواجه الحكومة اليمنية في المناطق الجنوبية أن يتفاهموا الوضع جيدا، وأن يجعلوا يعني المصلحة العليا للبلد فوق المصالح الشخصية، هذا ما نأمله، ولا يوجد لدينا أي خيار آخر سوى الأمل. نعم، الدكتور عادل دشيلة، شكرا جزيلا لك، وأيضا لضيوفنا الكرام عبد الناصر المودع والدكتور محمد جميح، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.